دولة قوية في عالم ضعيف، لماذا لا يمكن معاقبة واشنطن؟ باعتبارها أكبر قوة اقتصادية وعسكرية في العالم، لها حق الفيتو داخل الأمم المتحدة، وتملك العملية الأكثر استخداما وتداولا، العملة عفوا الأكثر استخداما وتداولا في المعاملات التجارية الدولية. تمارس الولايات المتحدة الأمريكية منذ عقود سياسة فرض النفوذ في النظام الدولي، باعتبارها القوة العظمى المهيمنة بعد نهاية الحرب العالمية الثانية سنة 1945 وانهيار الاتحاد السوفيتي سنة 1991. مع تأسيس هيئة الأمم المتحدة سنة 1945، خصص الفصل السابع من الميثاق وضع هيكلية قانونية لفرض عقوبات اقتصادية جماعية. إذا قرر بمقتضى المادة 39 أن هناك تهديدا للسلم أو إخلالا به، وإذا كان الهدف من فرض العقوبات هو الحفاظ على السلام والأمن الدوليين أو إعادتهما، وتشترط المادة 40 أنه لا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم. لكن أكبر هيئة سياسية في العالم لا يمكنها مجتمعة الوقوف أمام أي رئيس أمريكي يقرر فرض عقوبات قد تكون غير قانونية، وهذا يرجع إلى الهيمنة الأمريكية داخل الأمم المتحدة ومجلس الأمن وصندوق النقد الدولي وبقية الهيئات الأممية باعتبارها أكبر الممولين على الإطلاق. وبحسب أرقام آخر ميزانية معلنة للأمم المتحدة، فالولايات المتحدة مسؤولة عن 22% من الميزانية. وفي سنة 2019 دفعت واشنطن للمنظمة 674 مليون دولار. وسبق أن هدد الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب الأمم المتحدة بسحب التمويل من منظمة الصحة العالمية بسبب ما وصفه بسوء إدارتها خلال أزمة كورونا، إذ اعتبرها آنذاك دمية في يد الصين قبل أن ينفذ تهديده بالفعل في ماي الماضي، كما قرر بشكل أحادي الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، وقبلها انسحب أيضا من الاتفاق النووي مع إيران. وهي قرارات ينظر لها على نطاق واسع في المجتمع الدولي أنها تهدد الأمن والسلام الدوليين. وعلى النقيض، لا تملك الأمم المتحدة ولا أي دولة في العالم فرض عقوبات اقتصادية على واشنطن في حال اتخذت قرارات غير شرعية، لأن الولايات المتحدة تملك أكبر سلاح عالمي متمثل في قوة الدولار، العملة الأكثر استخداما في المعاملات التجارية الدولية بسبب استقراره، وبسببه ترتبط أكثر من 65 دولة وتربط عملتها بالدولار الأمريكي، وتستخدمه 7 دول ذات سيادة كعملة رسمية للتبادل مثل كندا والمكسيك وكوبا وبنما. وصول الدولار الأمريكي ليصبح عملة للتداول العالمي سببه الرئيس كبر حجم السوق الأمريكية كشريك تجاري وشراء دول كثيرة أو احتفاظها بالدولار لتسديد ديونها أو اعتباره احتياطيا إضافيا للذهب، يربط اقتصاد تلك الدول بالولايات المتحدة. وحين انهار الاقتصاد الأمريكي سنة 2008، شهد العالم أزمة مالية اعتبرت الأسوأ من نوعها منذ زمن الكساد الكبير سنة 1929. وفي الوقت الذي أصبح فيه العالم يحمل مسؤولية حماية واستقرار الدولار الأمريكي، تمارس الولايات سطوتها بفرض عقوبات اقتصادية على الدول التي ترى فيها خطرا عليها، دون أن تمتلك الأمم المتحدة القوة الكافية لإيقاف تلك العقوبات أو ردع صاحبتها.